النتيجة كانت مبهرة ومثلجة للصدور. طبعا احنا طبعا اعددنا لهذا المقام وعملنا كثير واجتهدنا طوال السنة، وان شاء الله طبعا النتيجة كانت تمام. طبعا اول حاجة طبعا هذه النتيجة توفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل والآباء طبعا والاجتهاد والجد والاجتهاد طوال هذه طوال هذا العام. طبعا النتيجة هذه لازم الطالب يكون على قدر المسؤولية طوال العام من دراسة، خصوصا اللي هو الكتاب والمراجعة الخارجية. طبعا الطالب لازم يعد ويجتهد بجد كبير حتى يتحصل على هذه العلامة. الناس اللي داخلة توجيهي مرحلة ممتعة جدا، لازم الطالب يكون اللي هو لازم الطالب يجد ويجتهد فيها. شعور نشوة الفرح والنجاح إن شاء الله. طبعا اللي سعى للنجاح هذا كله اللي هي طبعا الحجة، شايف كيف أم محمد، طبعا عنده كمان ثلاثة أطباء قبله، شايف كيف إن شاء الله هو الطبيب الرابع. الله فرحة الله يطعمكم هيك الفرحة يا رب، ويطعم كل واحد مشتهي فرحة لا توصف.